660 ناس طلبة منا 660 وبالذات ناس عزيزة عليا يعني أحلى تحية. يلا تعليم من أسهل الطرق لتعليم ال 360 في الكل غفو بس تكون بقى عشان أنا ماشي. يلا المهم بص بالك ده بص ده أهو عشان تكتب إيه بقى تخلي في ساعة بقى ماشي تعال ايه مش اي حاجة ضغط شمال اهو بس تخبط واحد مش كده بقى كده لما اخبط مين ده وش كده صح ولا غلط؟ ايه تصفع ايه تصفع على طول تخبط الشاش ايه ايه و سلام. طبعا دي بقى راح مساح لازم التلازم الكتب السن دي في ناس بتقول عليها صعب وفي ناس بتقول عليها مهارة وبتاع وصعب دي جدا. لا مفيش حاجة اسمها صعب. لو انت حطيت في دماغك انك هتجيب 360 هتجيبها في خلال اقل من ساعة بس لازم بمجهودة لازم تتقن الحركة لازم يكون في ها لازم بقى. يلا ايه 360 بص ادي واحد ايه ده فين جنب التاني بقى يكون وش كده ده وش كده ان شاء الله على مالكم النهاردة شاطر يعني ان شاء الله بيه ادي واحد اهي بس اهي بيو تلزق في الوش بص بقى شغلة اهي مرحب ايه سهولة بقى جات ازاي جات ازاي طب شمال ازاي طب شمال ازاي تخبط مين فيك جنب الشمال طبعا الشمال بتلف معاه بص اهي مش تخبط ازاي بس انك بتشوف كورة انت عارف لما بتشوف كورة بتعملها ازاي شوطة كده لما تكون جاية عالية شوية عن الارض اهي شوط واحد شوط جنبك بعد كده لكن كده اهي ده تترفع الشمال اللي تترفع تترفع اهو على طول بقى على طول لو انت جبتها ايه ديت بالبسيط تعلمها بالبسيط تعلمها تحت الاول متعلمهاش فوق اوعى تتعلمها فوق عشان عشان كده هتلاقي هتنقل في الكفه لازم تتعلمها تحت يعني واحد بصة تحت لازم تيجي عشان لازم تخبط تحت عشان تعمل صعب تعمل شجعة ايه واحد اثنين ايه شوف ازاي ايه عشان عايزك تتعلم عايزك تتعلم بص واحد بص ازاي لما بعمل كده شوف رفع وتخبط ايه خبط رفع وتخبط ولسه كاس ولسه كاس حاج ايه كاس خلاص ازاي ايه انا يعني مالك طلب مالك جاي طلب الشمال ايه بس هتيجي طبعا لما تعمل ايه لما تعملها اول حاجه اعملها عشان ما اقعدش تحت يعني كده ايه واحد ايه ثاني تخبط تحت دي 10 مرات انت هتدوخ لما تدوخ تخبط تحت وقت تخبط ده هيك تخبط القور عشان تضوع عشان تضيع الدوخة جات جات أوائل أواخرها تعملها ازاي بقى شوف بقى تخبط واحد اثنين
بسرعة، ما تقعدش بقى بسرعة. بص 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 يا سيدي، بص بقى جامد اتفقنا ان شاء الله تعلمها يا سهل، تمدح السهله هي سهل، هي سهل صح الغلط هي سهل، مش شايفها 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 سهل اهي. قدام واحد مش فاهم غلط آخر حركة بالضم، آخر وضع بالسين، اتفقنا؟ أنا بس بحمسكم مش أبدا، بحمسكم ليه عشان تعملوا خلاص؟ اتفقنا؟ إن شاء الله آخر حركة آخر وضع. Yeah, anyway.